طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. قضية المنافذ الحدودية، مكتب القائد العام ومكتب رئيس الوزراء داخلين بقوة بالمنافذ. وشوف المنافذ، أنا اليوم رحت زرت المخدرات، لو شوف المخدرات يعني واحد يدق على رأسه. هاي المخدرات 16 مليون حبة تكفي لتخدير الشعب العراقي بأكمل. هاي المخدرات البلد راح ينتهي انتشار المخدرات، وخصوصا استهداف المناطق ذات الأغلبية الشيعية، مثل ما جابوا داعش للمناطق السنية جابوا المخدرات للمناطق الشيعية. طلاب الإعدادية، طلاب الجامعات، المناطق الفقيرة، مدينة الصدر وغيرها، ويطوها ببلاش. سمعنا قلق المساجات شذي طبعا، وهم تغطى عليها بعض الجهات وتحكي باسم هذا الجهة وباسم هذا الفصيل، وروح هاي بالكراتة ستة قريب، وروح افتر وشوف شنو لحاية ومحابس وسبع واقفين بباب المساجات، والمساجات بيها مخدرات وبيها موبقات، وتدري دعم وفلوس وجهات متنفذة. ثق وشنو بس على أعرف على مستوى قيادات كبيرة بالبلد، عسكرية لو سياسية؟ لا سياسية. من أقول لك فلان شخص، فلان مسؤول، دا يجيب بسياراته، سياراته مضللة، ويجيب من الحدود ويعبر بكميات عالية يعني ويوزع. اليوم أريد نتحدث عن ظاهرة المخدرات في العراق. مع الأسف الظاهرة في ازدياد، وإحنا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن هذا الموضوع، تحدثنا كذلك عن تقرير سابق لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة لعام 2017، والذي جاء فيه بأن كل 10 شباب عراقيين بينهم 3 مدمنون على المخدرات، كما جاء في التقرير الأممي أن من بين كل 3 من أفراد قوات الأمن في العراق بينهم شخص واحد يدمن على المخدرات. التساؤلات اللي نطرحها، من يقف وراء زيادة ظاهرة المخدرات في العراق بعد العام 2003 اللي كانت غير موجودة؟ أين دور الحكومات المتعاقبة في محاربة هذه الظاهرة التي تدمر الشباب والمجتمع العراقي؟ أين دور رجال الدين في تقديم النصح والإرشاد للشباب بالابتعاد عن هذه الظاهرة القاتلة؟ هل هناك أطراف سياسية وحزبية تقف وراء انتشار ظاهرة المخدرات؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة. طبعا قبل 3 أيام نفت رابطة الشفافية الدولية صحة ما جاء في تقرير الهيئة العامة للجمارك في العراق بشأن ضبط نحو 30 كيلو غرام و 5000 حبة فقط من المواد والحبوب المخدرة خلال حملاتها منذ العام 2018 وحتى بداية موسم العام الحالي 2019. رابطة الشفافية أكدت في بيان لها بأن إحصائية هيئة الجمارك لا تمت للحقيقة بصلة، حيث أن ما يدخل العراق سنويا يقدر بآلاف الأطنان، ويعد العراق اليوم بلدا متعاطيا ومتاجرا بالمخدرات بعد إن كان معبرا صعبا لها قبل عام 2003. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام أنت بخير. الله يحفظك يا عم، كل عام أنت بألف خير يا أبا، الله يحفظك. الله يسلمك، الله يسلمك. يعني عمر يعني نعم. تعرف أنت البلد مفتوح من كل الجهات. نعم. يعني ماكو رقابة ودولة ماكو، ومن فضل الله يعني طالع جارة سوء إيران، هي يعني سبحان الله هي عدوة الإسلام والمسلمين. من زمان يعني تاريخهم أسود، يعني هم ضد الإسلام وضد الإنسان البشر. يعني هاي البليشيات هي طبعا هي بصورة رئيسية هي تساعد على إدخال المخدرات. وأنا قبل فترة حكيت قلت لكم يا أخوان ترى حتى المخدرات الطب الضباط يعني مو يزمون المخدرات، الضباط هم يبيعوها القادة. نعم. يعني واحد من الحرس يعني من الجيش قال لي والله هم يعني بيناتهم الغنائم ومتفقين وصاروا مليارديرية مو مليارديرية. نعم. هم ذول يا أخي الحكومة هاي الجاية
هي مو حكم وعصابه مجرمين قتله يعني بهم صفات الاجرام بشكل لا يوصف. فهم جايين تدمير العراق، هاي مو حكومه مو عراقيين ذولا. زين ابو حسن، يعني هاي ظاهره واحنا دائما نتكلم عنها وانعكاسها على المجتمع العراقي، يعني اذا اخذنا على سبيل المثال قبل أربعة ايام واحد اسمه حماده الاقرع كما تم تسميته من منطقه سبع البور في بغداد، قتل 14 شخص من عائلته بعد تناول المخدرات. يعني هذه حالة من آلاف الحالات، 14 فرد قتل من عائلته بعد تعاطيه المخدرات. يعني معقولة إحنا اليوم لا الحكومة لا رجال الدين اللي موجودين في العراق، كل هذه الأمور يعني الحكومة ما تقدر تحد من هذه الظاهرة، توقف هذه الظاهرة؟ يعني إحنا يوميا دا نسمع، يوميا إذا مو يوميا بالأسبوع مرتين ثلاثة، والله تم إلقاء القبض على شحنة مخدرات قادمة من إيران، تم إلقاء القبض على حبوب مخدرة جاية من إيران. هاي اللي تم القبض عليها، اللي ما تم القبض عليها راحت وتسوقت وانباعت بين الشباب، وهذه الظاهرة راح تدمر الشباب. وإحنا مثل ما تحدثنا بالحلقة الماضية إنه بحسب تقرير الأمم المتحدة إذا بقت هذه الظاهرة بعد 10 سنوات ينتهي المجتمع العراقي، الشباب العراقي ينتهي. هذا تقرير تابع للأمم المتحدة. شلون نشوف هذه الظاهرة وانعكاسها على المجتمع؟ أخوي عمر، هو لما دخلوا المخدرات وبداية بيعوها بسعر يعني رمزي يعني عادي، فراح يتعلم عليها. لما راح يتعلم عليها شو راح يسوي؟ راح احتمال يقتل، يبوق، يلزم امه وابوه يقتلهم في سبيل يحصل فلوس ويشتري هاي الماده. فالبلد يعني انا الصراحه يعني بنظري يعني البلد ما دام جارت السوء ايران، العراق ما يستقر. هو اضافه الى اسرائيل وامريكا وبريطانيا، فكل هم كلهم مشتركين تدمير العراق. يعني هسه تجي للشباب، يعني حتى خلق الشباب ترتيبهم هيكلهم متغير. يعني أنا أمشي بالشارع مسوي لي ذيل من ورا، مسوي له بدهن مرافع راس شعره لي فوق. يعني حتى يقلدون الغرب، الغرب هو سبب دمار العراق وبده يقلدوه. يعني الناس ما قامت، يعني الشباب، بس احنا عودين الشباب يعني هم طليعة البلد، يعني هم مستقبل البلد. نعم. يعني لازم يبنون، هم ما يريدون يبنون، يريدون يخربوهم بسبب ما يعرفون يذكرون ولا يعرفون يبنون طابوقة. نعم. البلد هذا يا اخي والله اكبر، لا اله الا الله. انا اشكرك ابو حسن من بغداد وكل عام انت بخير. معنا اتصال علي من الموصل، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، كل عام انت بخير علي. مرحبا عمر، الله يسلمك. الله يخليك، صحه وسلامه ان شاء الله. الله يبارك فيك، يحفظكم يا رب. الله يسلمك، الله يخليك، الله يبارك فيك. نعم اخي عمر، موضوع بالنسبه للعراق وتحق على حكومته، يعني حكومه كامله، جيش وشرطة ووزارات ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، صح؟ نعم. لأن هم بهاي الوزارات كلها ما يقدرون يديرون واحد من المناطق الحدودية، ما يقدرون يديرون، لأنه هذول الإيرانيين المعمنين ساكنين في إيران كلهم، وهذا البلد وخليج معونا الشيعة أخواننا الشيعة كلهم بصورة عامة. والله العظيم إيران إلا تفسدهم إلى أبعد الحدود، وإلا تقضي على شبابهم وولدهم كله. لان ايران شو استفادنا احنا منها بالعراق؟ هم اللي طببوا داعش، وهم اللي طببوا هاي الحبوب المخدره وغيرها. نعم. وهذول الايرانيين اشد اعداء الله على الاسلام هم، لان هذول اخطر حتى من اليهود على الاسلام وعلى العراق بالذات. زين. نعم علي، نجي بالبدايه على دور الحكومه. شلون نشوف دور الحكومه بالحدوى محاربة ظاهرة المخدرات بالعراق؟ والله الحكومة هاي أقل مسؤولية، يعني أقل مسؤولية للحكومة. يعني هاي ما يراد لها، إنه ما يراد لها مثلا ذاك الجهد الاستخباراتي. هو الحدود على أساس هو لازمها، والمفروض عنده ناس يعني مدربين وعلى هذه الأمور ويستطيعون ضبط هذه المخدرات، وأكيد عنده معلومات على الجهات اللي مسيطر على تهريب هذه المواد القاتلة. ولكن احنا يوميا وكل سنة هذه الظاهرة دعا تزداد، ومدى نسمع على اللهم تم إلقاء القبض، ونسمع نسب ونسمع
بيانات صادره من عندهم. شلون نشوف دور الحكومه؟ عزيز استاذ عمر، دور الحكومه بالنسبه للحكومه والله دور الفراش بمدرسه يحافظ على المدرسه اكثر من عندهم. اذا هو فراش بمدرسه او موظف بسيط بمدرسه. نعم. فذول اي حكومه، ذول هم المتعاونين معهم. صدق يكون على ثقه لو اكو لجان تحقيقيه ولجان مضبوطه بلبل الحكومه بالدوله. الا طلع على اصابات تابعه للحكومه. كل واحد تابع هذا اللي يهرب تابع الفلان حزب والفلان حزب والفلان معمم والفلان معمم، وهذا اكيد يعني واضح للشعب العراقي كله. فما لهم اي دور، هم اساسا جو يعني عباره عن نعم بالوكاله لايران، بالوكاله هم وكلاء لايران. نعم. أنا أشكرك علي من الموصل كان معنا. طبعا لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أكدت بأن الأرضية في العراق خصبة لتنامي ظاهرة المخدرات والدعارة. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس سروط قال بأن الفساد منتشر في الأجهزة الأمنية التي من المفترض أن تراقب هذه الظواهر، إلا أن جهات متنفذة هي من تقف وراء المافيات وتدعمها وتوفر لها الغطاء لممارسة أنشطتها. نعم. معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل. تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير أبو مصطفى. وانت بخير وانت بخير وأمة محمد الطيبين الشرفاء بخير. أما الأنذال واللي نكبوا والأمة الإسلامية اجعلهم إن شاء الله دوم الشر، واحنا ندعي بهذا الدعاء بالعيد ان شاء الله، الله يتقبل دعانا ان نجيل هؤلاء الانذال الذيول الاجانب اللي دمروا بلادنا العراق وسوريا واليمن والامه العربيه كلها والاسلاميه. نرجع ونقول احنا يا ناس انقذوا ارواحكم، احنا المخدرات وغير مخدرات، احنا ما عندنا حكومه، عندنا مافيات متسلطه باوامر امريكيه صهيونيه مجوسيه. فاحنا ليش ما ننتبه انفسنا؟ شبابنا ليش ضيعناه بايده؟ كل اب مسؤول عن ابنه، كل ابن مسؤول عن اخوه اللي نقول الكبير عن الصغير. وينكم يا عراقيين؟ وين الشرف؟ وين احنا؟ بالنسبه لهذول هاي اللي يقولوا عليهم مو حكومه، هذه ذول الجماعه ويا الاجنبي ويا اللي ذول لو كان بيهم خير ما هربوا بوقتها من العراق من اجل الدولار حتى يامرون العراق ويدمرون العراق في هاي الصيغه. احنا العيب بينا ايضا استاذ العزيز، يعني نرجع ونقول نعم احنا من نشوف الغلط ليش نسكت عليه؟ كل الشعب عندما قاوموا ابناء الموصل والرمادي والفلوجه والصلاح الدين، يعني نقولها بمراره للاسف الشديد، الاخوه في الجنوب والاكراد بداوا يتفرجون علينا واحنا ما ظلنا وجه يمهم، هذا اللي يقول انت داعشي وهذا اللي يقول انت ارهابي. فاليوم صار بينا البلد كله انشمل لهذا المرض. لما نقول ونصيح الا دخلوا علينا اجندتهم وفسدوا حتى العمليه الجهاديه الشرفاء قاعده وبال 2008 وتسعة من بعد ان شافوا اخترقت العمليات الجهاديه الصحيحه اللي كانت تناضل من اجل الدين والبلد. لكن للاسف الشديد من تشانفذنا احنا ما ظلنا مجال، ما يعني اي واحد يشوفك. احنا بالنسبه مع جل احترامي للشرفاء بالاكراد وبالشيعة الجنوب، خلينا نقولها واقع حال اليوم اللي مرير اللي مرينا به، يعني لحد الان اكو ناس مريضه. شوف العربي السني انت داعشي، اخي العزيز انا مو داعشي، انا مجرد قاومت من اجل بلدي من اجلك واجل غيرك مو بس من اجلي. ليش انت اليوم ما تكتبت ما وقفت وياي؟ فهذا المرض طال البلد كله، من اللي دخل الحشيشه وغير الحشيشه والمخدرات، كلها العصابات المتركزه علينا الحكومه، يسمونهم حكومه هي مو حكومه، اللي مسنوده من قبل ايران، ايران ده تعبث فينا. علي الشيع ابسط مثال هذا، خلي انتبه كل اي عربي، اي عربي شريف، علي الشيع اللي بالجنوب لما قذف المعمم هذا النجس. هاي المعممين هذول على الدين، هذول افسدوا الدين للاسف الشديد. يعني احنا لو عندنا شويه دين طرت احساس بديننا للاسف الشديد، للاسف الشديد اقولها بمراره، احنا ما قبلنا، كان كنا انتفضنا على الاشياء، كان كنا صحنا يا عراق انهض يا عراق ثور على هيك قضيه. مفسد معمم يجي
ويجي اللي يبغى يدخل سجن اصبح صادق كاذب الكاذب صادق. يعني هذه ايش تطبين الحد؟ اذا وين الشرفاء؟ الشرفاء نايمين، اظل القليل القليل. ولكن يا امه محمد احنا الناشد كل امه محمد الخيرين انه يساعدون العراق، ترى العراق في ضياع، واذا ضاع العراق فد مره ضاعت الامه العربيه والاسلاميه. احنا اليوم احنا كنا حراس البوابه الشرقيه مع عهد ابو عدائي مع الاسف. يا ريتني انا بقبره ولا هو، والله والله لو ربي تقبل دعائي بهذا اليوم والله للاسف الشديد. نعم. كل عام انت بخير ابو مصطفى، كل عام انت بخير وان شاء الله الله موجود. أنا أشكرك أبو مصطفى من الموصل كان معنا. رسالة على الواتساب يقول فيها: رئيس الوزراء يأمر بغلق معبر بمحافظة ديالى على الحدود مع إيران جراء تحوله إلى ممر للتهريب وخاصة المخدرات بسبب سيطرة فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي عليه وفشل الدولة في إدارته. المعادلة اليوم في العراق الحشد يساوي تجارة المخدرات والقمار والدعارة، هاي مو بس حج حمزة الشمري كما يقول ابن العراق الحر. معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير أم أزهار. أحييك. الله يتقبل الطاعات. بخير إن شاء الله، صحة وعافية. آمين يا رب. أنا أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلاً وسهلاً. إحنا النادي الحكومة، إحنا لو عندنا حكومة قوية، لو عندنا حكومة كان أول شيء ما صار بالبلد هالشكل من 2003 إلى هسه. الحدود لو مضبوطة وبيها رجال آمنين وبيها ناس شرفاء ما كان المخدرات نزلت لنا من الحدود. لكن ماكو شريف، بقوا كلهم إيرانيين. الناس قتلوا البشرية وقتلوا عقولهم بهالمخدرات، قتلوا عقول الشباب كلها خدروهم. لو اكو حكومه مثل الاوادم، لو اكو ناس شرفاء يدافعون على هذا البلد، لو اكو احنا صرنا مسخره للدول العربيه كلها والعالم كله بعد ما كنا العراق الاعظم. بس هي منو اكو؟ عادل زويه اللي يوميه طلع له قرار وينفيه، والحشد اللي هو فنه يقدر يقول الحشد يعني ما له دور، فنه يقول لانه هو ما له دور بهذا الوضع. هو هادي العمري والخزعلي وهذا سليماني والمهندس، هم هذول الحكومه، هم هذول الحكومه. لا عادل زوية ولا هذا أبو البرلمان ولا هذا الكردي، هذول ما يحكمون، هذول ما عندهم أي سلطة بالبلد. لو عندنا سلطة بالبلد ما صار بينا هالشكل، ما صار بلدنا نهدم. وما أزهار أنت يعني برأيك تشوفين المخدرات هي تجارة للاستفادة منها ماديا فقط أم هي لضرب المجتمع العراقي وتدمير الشباب العراقي؟ نعم. أول شيء هو ماديا مستفادين، ثاني شيء تهديم إلى الشباب العراقي. هم الإيرانيين هذول، هذا خامنئي من عساهم ضربة إيران جت لهم صاروخ وهدمتهم. هم يردون يهدمون الشباب كله، هم أهل المخدرات ودا يخدرون البلد مالتنا. أنت تعرف أنا راح أقول هذول اللي يجون للزيارات ماكو، خاصة البصرة ما كان فيها إيراني يسكن. البصرة هسه صاروا يأخذون عقارات ويسكنون هناك في حجة الزيارات ويشترون بيوت ويقعدون. تنصف البصرة إيرانيين، من وين كان أكون البصرة؟ وين أكو كان إيراني يجي البغداد؟ وين أكو إيراني يروح للشمال؟ هسه منين ما نتعدى، نروح للشمال، نروح للجنوب، نروح للوسط، نلقى إيرانيين يسترون بالشوارع. يعني إذا تايه الحكومة إيرانية ساقطة بيد الإيرانيين. وأنا أتعجب على هالشباب الأحرار، يقولون الشباب الأحرار وينهم؟ وينهم الشباب الأحرار ما يدافعون عن بلدهم؟ وين اللي أهل الضمير؟ وين صار ضميرهم؟ مات؟ خدروهم قد مرة؟ يعني ماكو ناس تحن شوية على الناس اللي تموت؟
وانا ما اعرف يعني بعد الواحد شو يقول شو يقول. احنا دنمو يعني ماكو مقاومه، ماكو انسان يهد هذا بلده. الناس الطيبه وين صارت؟ وين صارت الناس الخيره؟ بس هدفتهم وين صارت الناس الخيره؟ كل من قاتل مكانه، كل من محافظ على نفسه، هيك صارت القيم والمبادئ. ماكو واحد يدافع الثاني، واحد يحب الثاني. وهذا بلدنا، هذا بلدنا لازم ندافع عنه. لكننا لا وإنا إليه راجعون. إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله يضربهم ضربة قاتلة تسلط على إيران سرطانات مثل ما سلطت على سلطوا علينا سرطانات في العراق. أنا أشكرك أم أزهار من بغداد، كانت معنا أبو طه من بغداد. فضل أبو طه وكل عام وأنت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. نعم أنت بخير. حياك الله. يا أهلا بيك وأنت بخير. أستاذ عمر، إحنا بها تاريخ طبقت لنا إيش مخدرات. نعم بعد 2003 طبعا. بعد 2003 نعم. أنا أتذكر حادثة بالسبعينات طبقت لنا مخدرات نعم. مع فريق عراقي. نعم هي حالتين يعني. دوليا مسجلة بحسب تقرير الأمم المتحدة 1970 هاي حالة و 1990 هاي حالة ثانية فقط. هاي الحالة نعم. يعني تاريخ العراق زين. هسه منين ما تمشي استاذ هي مخدرات نعم. منين قاعد تطب زين؟ من دول الجوار. دول الجوار من هو على رأسهم؟ إيران. نعم زين. وكل دول اللي ديش يجيبون المخدرات هم السياسيين المستفادين استاذ. دمروا شباب العراقيين، دمروا أولادنا زين، دمروهم تدمير كامل بهاي المخدرات زين. يعني منين ما تمشي إيراني 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 بكل محافظة إيراني والمخدرات. وأتحدى الحكومة تحاسب تاجر مخدرات لأنه تابع الأسياد هم الإيرانيين زين. كافي عاد مو دمروا للبلد، إيش خلوا بيد البلد؟ شنو هو اللي فالح بالبلد زين؟ من الزراعة للصناعة لما يعني قاعدوا على الجاع وما يعوفون البلد هذا إلا بقدرة إلهية. بس أنا أناشد الشرفاء إيش وقت يهبون على هاي العصابة المجرمة دمرت العراق وحطمتها، حطمت الشباب. أبو طه، ليش الحكومة ما ترجع عقوبة الإعدام أو المؤبد يعني العقوبات المشددة على من يتاجر بالمخدرات؟ ليش برأيك؟ أستاذ عمر، المن يعدمون؟ يعدمون الإيرانيين؟ يعدمون أسيادهم؟ زين؟ هم الإيرانيين جابوهم خلوهم على المناصب زين؟ ومثل شطري شرطة مال الشطرنج يحركون بهم يمين ويسار ما يقدرون يحاسبهم. أستاذ عمر وأنت سيد العارفين ما يقدرون يحاسبهم زين. يعني أي تاجر إيراني عشان ما يطلب 20 ترى على مخدرات ويلزمها واحد من الشرفاء اللي على الحدود، ثاني يوم يحسب هذا اللي لزم الشاحنات زين ندب بالسجن واقرا عليه السلام بعد نعم. ما حد يسال عنه بانهم مستفادين وهم جايين اصلا من تدمير الشعب العراقي، يعني يدمرون الشعب العراقي ويحطمون الشعب العراقي. بس ان شاء الله بقوه الله والطيبين العراقيين الشرفاء النجباء العراق يبقى مرفوع الراس ويبقى تاج على كل رؤى وصل خوانه. نعم أنا أشكرك أبو طه من بغداد. نقرأ رسالة على الواتساب يقول تحية لك أخي عمر، يقول كل عام وأنتم بخير، صوت الحق الناطق بلسان العراقيين الأحرار. يقول العصابات وبتواطؤ الحكومات الفاسدة تدخل المخدرات حسب قولهم من الأرجنتين، إنما هم يكذبون، هي تدخل من جارة السوء إيران، مادتهم القتل أيضا وأشكال عديدة هيمنة نفوذ جرائم يندى لها الجبين الإنسانية. الثورة على الأحزاب هي الخلاص من واقع الحال
ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان إلى العراق لن تبقى لهم باقية. تحية لكادر قناة الرافدين والعاملين فيها. مبروك من الإمارات. معنا اتصال زيد من بغداد، فضل زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام وانت بخير. أيام السعيدة وكل عام وانت بخير والصحة والسلام إن شاء الله، عواد وقناة الرافدين أجمعين. حياك الله، الله يسلمك، الله يسلمك. تفضل. أستاذ عمر الصحة الأحوال إن شاء الله. الله يسلمك ويخليك. الله يخليك. عن خصوص موضوع الحلقة عن انتشار المخدرات أستاذ عمر. نعم. والله شغلة صارت شغلة ممنهجة، يعني من وراها أجندات خارجية وداخلية لتدمير الشعب العراقي وشبابه. نعم. ونيته والكيان مالته. احنا تعرف قبل يعني كانت المخدرات بالعراق ماكو 0%. نعم. كان بلد عبور وليس بلد استهلاك وانتاج. نعم. والله يا استاذ عمر هسه يعني بمناطق الجنوب بالناصريه الميسان عماره يعني هسه الزراعه منتشره، زراعه الخشخاش والحشيشه يعني زراعه منتشره. نعم. تعرف استاذ عمر يعني حتى بالرمادي لما سيطر الحشد عليها زرعوا هاي الماده بالرمادي لما رجعوا الاهالي لقوا ماده الحشيش مزروعه هناك. نعم. فاثناء سيطرتهم على هاي لقوا نبته غريبه فلما رجعوا الاهالي قالوا هاي شنو هاي الشباب الاطفال تعرف سموها وهاي فداخوا قالوا هاي شنو راحوا حللوها فلقوها ماده الخشخاش والحشيش. نعم. فمعروفه الارجنتين هي على ما قالوا الارجنتين ورا هذا الشيء. نعم. الارجنتين الجاره العزيزه. دور الحكومه وين برايك؟ دور الحكومه، الحكومه مغلوب على امرها واليوم حتى بخصوص النازحين على عادل عبد المهدي جاي قال والله انا ما اقدر ارجع النازحين لان اجندات سياسيه وهاي ما اقدر اصادم وياهم وحتى التدقيق الامني هذا شيء مبالغ فيه فالحكومه ما لها اي دور يا استاذ عمر. نعم. حكومتي اشياء حرام ما حد يسميها حكومه، هاي حكومه الدمى قراءه خبره مثل ما نقول بالدارجه العاميه. نعم. أنا أشكرك أخي زيد من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم. اهلا بكم جديد اعزائي المشاهدين. النائب عن تيار الحكمه وصف السياحه في العراق وهو علي الحميداوي وصفها بالمنهاره، وقال النائب بان حالات مشبوهه كثيره كالمخدرات والدعاره والاتجار بالبشر تنتشر في الفنادق السياحيه الفخمه والنوادي الليليه والكافيهات غير المرخصه، واضاف بان هيئه السياحه تتحمل الجزء الاكبر من المسؤوليه عن تفشي هذه الظواهر، وطالب الحميداوي الحكومه في بغداد باتخاذ الاجراءات القانونيه بحق رئيس هيئه السياحه واقالته من منصبه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء كما قال والمحكمه الاداريه العليا التي ردت الطعن المقدم سابقا ضد الاقاله. معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه. تفضل ابو عمر. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، كل عام وانت بخير ابو عمر. كل عام وانت بخير. صحة وسلامة ان شاء الله. كل عام وانت بخير موفق ان شاء الله. امين امين، الله يحفظكم ويسلمكم. دكتور عمر خليني احكيها بصراحة، ليش انا ما اشرب مخدرات؟ نعم.
محترام إلى فيش أنت ما تشرب مخدرات؟ أكو السبب مستحيل إذا ما الله سبحانه وتعالى يقول جعلنا لكل شيء سببا ثم اتبعناه سببا. زين هذول الآن أقول لك 99% وتسعة بالعشرة من شرابة المخدرات إما تلقاه هو قاتل وسارق ومرتشي، وإما تلقاه أبوه أو أخوه وتشوف أولادهم وبناتهم يشربون. الحمد لله بالمدارس انتشرت عندهم، بكل مكان انتشرت عندهم. ليش احنا ما عندنا ما منتشرة؟ هسه بكردستان بالقرآن المجيد مو مدحنا بكردستان، والله العظيم أنا أعرف جماعة بالعصير بالبصفة يقولون والله الذي نلتبع عنده مخدرات أو شارب مخدرات والله ما يطلع. شلون زمن صدام حسين كان يعلقوه؟ هيك يعلقوه كردستان. أنا ما أقول لك ماكو جماعة ما يهربون، أكو جماعة يهربون، بس إذا لقوهم ماكو قسما بالله إلا يمشي بالشارع ماكو ينسى اسمه، ينسى اسمه. ممنوع احنا عندنا ممنوع، يعني شو ايام قبل اعدام وهالشغلات هنا هم يضيعوا. انا يعني مراقب المدارس واعرف الناس وقاعد وياهم اسال، يعني بالمليون ما تجي واحد عندنا يشرب. انا ما شفت بالمليون واحد عندنا يشرب مخدرات في كردستان. يجوز اكو واحد تاجر منا ومنا، بس اذا لقوا اللي يضيعون اسمه ماكو يخلون ابو عمر. نعم. العظيم ابو عمر انت ما تشوف هذه الظاهره، هذه ظاهره المخدرات وهذه الكميات الكبيرة اللي تدخل إلى العراق، يعني كأنه هناك مخطط لتدمير الشباب العراقي. الهدف مالته ليس هدف مادي بقدر ما هو هدف تدمير المجتمع العراقي. تفضل دكتور عمر. مسألة تدمير الشعب العراقي ما تدميره هذا. نعم. أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. ليه؟ هم اللي ركبوا وراء العجمي، قالوا له تعال يا العجمي يا سيد العجمي تعال وهاي سلابك. بصريح العبارة أقول لك إياها، ولا نفتح ولا خوف بعد من الغادي. إحنا الشرف والناموس تم الاعتداء عليه من قبل هؤلاء ومن قبل ابن الوطن، فعلى شنو إحنا خايفين على ذول المخدرات؟ عشان يسمع يطب بيهم الطرف يشرب ما يشرب إلى جهنم. بالجاه قاتل، تعال روح شوف السجون، تعال روح شوف هذا السجون واقفين عليه حراس، كل هذي يعذبون بالناس يقتلون بالناس يختصبون الشباب. أكو واحد يختصب الشباب، أكو واحد يختصب النساء والأطفال، أكو واحد يسويها. فهذا غضب الله، غضب الله. وأنا أناشد تجار المخدرات إنه لا تقصروا، قد ما يجي من عيديكم لا تقصروا وياهم. لا 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 أبو عمر، لا لا احنا نريد نحارب هذه الظاهرة وننهيها في العراق، لان هاي لها وبال. اذا انت مثل ما وصفته، اذا كان هو فقط المجرم اللي يتعاطى المخدرات، لا اكو شباب بعد مراهق يتعاطى المخدرات. هذا انعكاسه مو بس على صحته، هذا انعكاسه على المجتمع، على اهله، على جيرانه، على اصدقائه. نعم. انا اعتذر منك والله ابو عمر، وكل عام انت بخير، لان معانا اتصالات كثيرة. أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله، كل عام وأنت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حبيبتي إلى قناتكم الشريفة. يا هلا بيك، الله يسلمك ويخليك. ومناسبة عيد الأضحى وهلأ الشعب العراقي. آمين. من الشرفاء طبعا. كل عام أنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير. تفضل يا أم عبد الله. أستاذ، من 2003 إلى الآن هي سلطة ما عندنا سلطة، سلطة غائبة. منو اللي على المسرح السياسي؟ الميليشيات والأحزاب المهيمنة على كل إدارات الدولة. طبعا خلصت المنافذ التجريبية أستاذ. المنافذ التجريبية هي بيد الميليشيات، وأكثر شيء حزب الله. حزب الله هو اللي مسيطر على المنافذ التجريبية. طبعا هسه هنا من تقول أنت حضرتك سلميات حائلة من المخدرات، حوالي في أحد المرات 16 مليون حباية كافية لتحضير الشعب العراقي. زين هاي وين صارت الحبايات؟ ليش ما حرقوها؟ ليش ما طلعوها على الملأ انه حرقوها؟ وكل اللي تجي من خارج الدول لازم تحرق أمام الشعب العراقي. وما العلم انه لازم في السياسة قمعية مثل السياسة في النظام السابق. استاذ بس احنا بالديوانية عندنا مزرعة لزراعة المخدرات، ف
فهذا تحت كل مرأة ومسمع المسؤولين العراقيين. بعدين احنا اذا رجال السياسة خاصة رجال الميليشيات او الاحزاب المتمثلة في الميليشيات او الحزب الشعبي، نعم، انه يقضى يقول انه اكو خلايا نائمة في المناطق وداعش راح يدخل في المناطق مثل بغداد والمناطق الاخرى خاصة السنية. ليش ما في يوم صرح قال من هذول اللي موجودين من رجال الاحزاب الحاكمة او نعم. ابو عبد الله اريد اسالك، يعني بالنسبه لرجال الدين وخطب الجمعه والمراجع الدينيه خاصه بالنجف، ليش ما نسمع انه هناك فتوى تحرم تعاطي والتجاره ونشر هذه المخدرات في العراق؟ وين دور رجال الدين عن هذه الظاهره القاتله؟ استاذ هم رجال الدين اللي اعلنوا فتوى عدم محاربة الاحتلال الأمريكي، يعني شو تصور راح ينطينا فتوى عدم استخدام المخدرات أو استخدام القوة أو استخدام؟ هم كلهم قابلين، وحتى الشرطاء يعني حتى الجيش والشرطة ما لهم موقفهم ظاهر على مسرح العمل. كل الميليشيات هي اللي تقوم بعملية إدخال، وهي عملية ما ادري وين يودون الحبوب، يرسلوها يمكن يبيعوها بهذا الشكل، حتى الطفل حتى الاطفال حتى البنات في المدارس الابتدائية بيستخدموها، بنات شنو من بشار شنو من حوائب. طبعا اسرائيل ترى نجحت في القضاء على المجتمع العراقي، واول ما بدات في المجتمع العراقي خاصة للمرأة وخاصة للطفل وخاصة هاي الأفلام وخاصة البرامج ستار أكاديمي هم اللي رفعوا. أنا أشكرك أبو عبد الله من بغداد كانت معنا. طبعا النائب في البرلمان فاق الشيخ علي قبل يومين اكد وجود خلاف بين ائتلاف دولة القانون وميليشيا العصائب حول إدارة اعمال وزارة السياحة، وقال الشيخ علي في تغريدة له نشرها على موقع تويتر بان هناك سؤالا مهما لا بد من الإجابة عنه، وهو هل ان الفنادق واماكن الترفيه بيد وزارة السياحة تساءل وهي للعصائب ووزيرها عبد الأمير الحمداني، ام ان الاشراف على الفنادق وإبرام الاتفاقيات معها بيد مدير السياحة عضو ائتلاف دولة القانون محمود أبو عزيز؟ ثم أنهى التغريدة بالتساؤل هل الخلاف الآن بين ميليشيا العصائب ودولة القانون، يعني موضوع خلافي على الموارد اللي تدر من هذه الأماكن. طبعا رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق حاكم الزاملي اتهم حكومة عبد المهدي بالسكوت عن المخدرات والجريمة المنظمة وعمل صلاة القمار والروليت كما قال، وقال بأن سكوت الحكومة عن تلك الظواهر التي تؤثر على المجتمع سببها الرشاوة بسبب التي يمنحها المجرمون للمسؤولين، وأكد الزاملي تورط الضباط بهذا الملف باعتبار أن تجار المخدرات وملاك صلاة القمار لديهم علاقات كبيرة، ومن يقف في وجههم يتم محاسبته ومعاقبته ونقله. طبعا في تصريح آخر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي قال بأن المعروف باسم حجي حمزة هو الرجل السادس في سلسلة إجرامية لتبييض الأموال وتجارة المخدرات، وأضاف بأن هناك أطرافا تملك صالات الروليت وهي مدعومة من بعض الأجهزة الأمنية كما قال حاكم الزاملي، والأحزاب السياسية والمصارف، وتتخذ من هذه الصالات واجهة لمشاريع غسيل الأموال. وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية لا تستطيع دخول هذه الصالات كونها محمية من شركات أمنية، وأكد الزاملي بأن الكثير من حالات الانتحار التي سجلت كانت بفعل فاعل، وكانت ذريعة الانتحار هي الخسارة بالقمار. هاي هم مصيبة أخرى تلاحق المجتمع العراقي. طبعا النائب السابق جوزيف صليوة قال في تصريح صحفي له بأن غالبية صالات الروليت والقمار في العراق محمية من جهات سياسية وجهات
مسلحة، وأوضح بأن أحزابا سياسية وفصائل مسلحة تفرض أتاوات على صالات القمار والملاهي مقابل حمايتها، كما أن تلك الجهات تسعى للاستفادة من هذه الفوضى بهذا المجال. أضاف الصغيوة بأن هناك فرقا كبيرا بين الحرية والفوضى التي خلقها البعض من أجل تمرير مصالحه وفرض إرادته. طبعا الخبير القانوني كذلك طارق حرب تحدث عن هذا الموضوع، موضوع القمار والروليت وصالات القمار، قال بأن التحقيق بدعوى حمزة الشمري ما زال ساريا حتى الآن، وأوضح بأن صراع التصفيات بين المتصدرين والمتنافسين على احتكار تجارة البشر والمخدرات بين المافيات قد بدأ، وتساءل مستنكرا عن من سيخلف حجي حمزة في قيادة هذه التجارة التي تفوق أرباحها إيرادات ما تصدره كردستان العراق من النفط بحسب قوله. أكد طارق حرب بأن المنطقة المحصورة بين الباب الشرقي وساحل الطيران شمالا وبدايات الكرادة والعلوية جنوبا بما تتضمنها من فنادق وشارع أبو نواس وشارع السعدون أصبحت تشبه مدينة لاس فيغاس الأمريكية المشهورة بملاهي الملاهي الليلية وصالات القمار. طبعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي اعتبر بأن الخطط الأمنية لمكافحة المخدرات بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب، وقال الغانمي بأن الخطط الأمنية والإجراءات الاحترازية لم تكن بالمستوى المطلوب للحملة التي أطلقتها الحكومة لمكافحة ظاهرة المخدرات، وأن هروب المساجين من سجن القناة في الأسبوع الماضي دليل على ذلك، وأضاف بأن تهريب السجناء تم بعملية مدبرة بحكم أن الطوق الأمني في السجن لم يكن بالمستوى المطلوب، وبأن الإجراءات الأمنية كذلك لا سيما بأن مركز القناة يحال له المجرمون من تجار المخدرات وغيرهم. خلونا نقرأ رسائل واتساب. رسالة يقول فيها: لك الله يا عراق، سلامنا على العراق والعراقيين، الله يتولى أمرهم ويصلح حالنا، آمين يا رب العالمين. يقول: تحية طيبة وكل عام وأنتم بخير. يقول: أتمنى أن يسمع كلمتي كل من ضاقت به الدنيا في هذا الزمن الصعب على العراق وأهله. التوجه للمخدرات هو انتحار بأبشع الطرق. التمس الفرج من رب العالمين واصبر يا من لم تجد تعيين أو عمل تملأ به وقتك. توجه إلى الله وهو القادر أن يبدل الحال بطرفة عين، فقط اصبر وسيجعل الله لكم فرجا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. على كل من أراد الشر بوطننا وأهلنا المتابعين من ولاية فرجينيا الأمريكية. نعم، معنا اتصال أبو حيدر من العراق، تفضل أبو حيدر. احنا بالنسبة للمخدرات، المخدرات تجي من إيران عن طريق البصرة. عن طريق محافظة البصرة وتجي المحافظات. وتصل عقوبتها حد لا. اي هذا اللي عندك اللي نعرف عن المعلومات الدقيقة عندي. تجي من إيران، زين انعكاسها على الشباب العراقي بالبصرة أو بالمحافظات الأخرى. اي اكو تجار، يعني تجار قاطين يمولون المحافظات فيها. نعم، انت تشوف هذا الامر مدعوم لتدمير الشباب العراقي؟ اي طبعا مدعوم من ايران. نعم. من ايران دعم. شو تريد ايران من عندنا؟ ما كفاها كل هالسنين؟ اي هو دواء ماهم، دواء ايران، تعرف من دواهم؟ منو؟ دواهم صدام حسين. نعم. اي هذا ما عندي شيء بعد ياكم. نعم. أنا أشكرك أبو حيدر، أشكرك أبو حيدر من العراق هنا معنا. طبعا عضو حسون الربيعي وهو عضو مجلس محافظة بغداد، يعني كشف عن تورط جهات سياسية بتهريب سجناء المخدرات، وقال بأن التحقيقات الأولية أثبتت تورط جهات سياسية
بتهريب سجناء المخدرات من السجن، وأضاف بأن عمليات التحقيق مع عناصر الشرطة الذين كانوا مرابطين في السجن أثناء هروب السجناء لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن المال السياسي هو من هرب السجناء. طبعا العراق اليوم مع الأسف صار أرض خصبة لتجارة المخدرات وتعاطيها بل وزراعتها، كما استمعنا إلى بعض المتصلين، هناك مناطق في العراق تزرع اليوم وأصبحت مزارع للمواد المخدرة والخشخاش. في مقابل ذلك يعني تنشر السلطات الحكومية أرقاما متواضعة أمام حقيقة هذه الآفة التي تجتاح البلاد والحقائق على الأرض، بجانب تقارير دولية وأخرى لجهات حقوقية تفند التصريحات الحكومية وتؤكد بأن العراق وشبابه في مأزق حقيقي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها حول ظاهرة ازدياد المخدرات. كل عام وأنتم بألف خير، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.